مصر كان ليها الحقيقة يعني دور كبير في إتمام كأس العالم لكرة اليد، وكانت وزارة الشباب والرياضة ليها الحقيقة دور بالتكاتف مع وزارة الصحة وجميع المؤسسات المعنية في مصر في إتمام هذه البطولة التي عكست يعني مكانة مصر الحقيقية في تحدي التنظيم رغم جائحة كورونا. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ لان اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للرمايه الخرطوش اعلنت عن وصول جميع المنتخبات المشاركه الى مطار القاهره الدولي استعدادا للمشاركه في البطوله التي تحتضنها مصر بمشاركه 32 دوله في الفتره من بكره ان شاء الله وحتى 5 مارس اللي جاي. انهت اللجنه جميع اجراءات استقبال المنتخبات لاتباع بتطبيق الاجراءات الواجبه للوقايه من فيروس كورونا، وكمان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية ده طبعا بيأتي ضمن استضافة مصر لعدد كبير من البطولات في الفترة الأخيرة، وقال الوزير أن استضافة البطولة بيعد اتجاه إيجابي من نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد اللي استضافتها مصر طبعا يناير اللي فات، ونالت الحمد لله إشادات من مختلف دول العالم والوفود اللي شاركت في المنافسات. طيب احنا برضو يعني محتاجين ان احنا نشير ان المؤسسات اللي موجودة في مصر الحقيقة يعني برغم من التحدي الداخلي اللي احنا بنعيشه في مواجهة فيروس كورونا ومواجهة الكثير من التحديات اللي احنا كلنا عارفينها يعني داخل البيت المصري، كمان ان احنا نخرج بصورة مشرفة سواء كان في تنظيم البطولات العالمية، كرة اليد اللي احنا شفناها في يناير اللي فات والحقيقة اللي احنا استمتعنا بيها رغم الظروف الصعبة اللي احنا كنا بنمر بيها، وفي نفس الوقت ان احنا يعني هنستقبل بطولة جديدة بطولة كأس العالم للرماية الخرطوش عن وصول يعني جميع المنتخبات المشاركة إلى مطار القاهرة الدولي زي ما أشرنا في بداية الخبر مع حضراتكم. معنا دلوقتي على التليفون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. معالي الوزير تحياتي لحضرتك. معالي الوزير حضرتك سامعني؟ طيب لحين بس ما احنا ان شاء الله يكون معانا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. زي ما اشرنا في متن الخبر ان وزي ما حضراتكم كده شايفين الاستعدادات في الصور اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، لكن الحقيقه احنا برضو لسه بنقول ان في تنسيق وتناغم ما بين الوزارات المصريه، يعني في تنسيق ما بين وزاره الشباب والرياضه، في تنسيق ما بين وزاره الصحه عشان يعني تخرج البطوله دي ان شاء الله على خير بصوره لائقه لا تقل عن مكانه مصر في استضافه يعني كاس العالم لكره اليد. يا دكتور اشرف حضرتك سامعني كويس؟ اهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، يعني اخر الاستعدادات الخاصه بوزاره الشباب والرياضه لاستضافه هذه البطوله يعني التي يعني لها مكانه خاصه ومختلفه في الثقافات العالميه كلها. طبعا هذا امتداد لاستضافه مصر يعني للبطولات الدوليه سيما بعد الانتهاء من بنجاح من الدوله المصريه يعني انهت بنجاح بطوله كاس العالم لكره اليد. يعني دي في الاجنده بس ما كانش في تاكيد او تاكيد، تم التاكيد طبعا بعد هذا النجاح. احنا بالفعل في 31 دوله تقريبا يعني جم، في تقريبا برضو حوالي 400 رامي موجودين. اكيد يعني الالعاب الفرديه بتختلف شويه عن الالعاب الجماعيه لان ده ما بيكونش فرق، بيكون ديليجيشنز او وفود لكن بيكون يعني فردي. فنظام العمل او نظام التعاون او التعامل بيكون مختلف. احنا متعاونين طبعا في نظام عمل مع وزاره الصحه، اللجان المشكله بنفس الاسلوب او بنفس الطريقه اكيد. يعني البطولة إن شاء الله يعني تكون برضو صورة أخرى جيدة، بتعمل في نادي الرماية بنادي الصيد أو ميدان الرماية بنادي الصيد، وتم تجهيز من خلال الاتحاد المصري لاستضافة البطولة وبوجود رئيس الاتحاد الدولي ومجلس إدارة الاتحاد الدولي أيضا. يعني